السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة آخر نشرات إخبارية لهذا اليوم، نبدأها بالعناوين. في العيد الوطني للمرأة، رئيس الجمهورية يقترح سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين المرأة والرجل مع احترام إرادة الأفراد في الاختيار. موسم التخفيضات الصيفية في أسبوعه الثاني، إقبال ضعيف ورصد لآراء المواطنين والتجار حول أسبابه. أردوغان يتوقع عودة الليرة التركية إلى مستويات معقولة بعد الأزمة التي شهدتها، والبنك المركزي التركي يعلن إجراءات جديدة لضمان الاستقرار المالي. المرأة التونسية تعيش حدثا مهما في حياتها، 13 من أوت هو مناسبة للتذكير بالمكاسب والإنجازات التي تحققت لها طيلة 60 عاما، فكل عام والمرأة التونسية بخير في عيدها الوطني نحو مزيد من النجاحات في كافة المجالات. وبهذه المناسبة اقترح رئيس الجمهورية الباجي خالد السبسي سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملائمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية. كان ذلك خلال موكب انتظم الاثنين بقرطاج بمناسبة العيد الوطني للمرأة. كل عام والمرأة التونسية بخير. لدى إشرافه على موكب الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة وبمرور 62 سنة على إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تظل إصلاحاً اجتماعياً في القرن 20، استأثر تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة بحيز هام من كلمة رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي، حيث نوه بما ورد في التقرير من مقترحات قانونية رأت فيها اللجنة مدخلاً لتأييد الحريات الفردية وضمانها. أنا التقرير وقع يعني نشره للجميع لأن حتى يكون محل اعتبار ومحل درس ومحل نقد إن أمكن، وليس جريمة هو نقد الأعمال البشري. لكن تقرير اللجنة ليس قانون، هو مجهود فكري وأخلاقي ومذهبي وفني ليقع الرجوع إليه عند الاقتضاء إذا أردنا أن نقوم بأعمال تكون مركزة على دراسات موضوعية. وبعد أن شدد على أن الدستور هو السلطة العليا، اقترح رئيس الجمهورية أن تكون المساواة في الإرث قانونا مع احترام إرادة الذين يختارون تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالميراث. نقترح وأن المساواة في الإرث تصبح قانون. شو قانون؟ شو نقدر نتوال من يعني مجلة الأحوال الشخصية اللي إلى الآن معناها مش ماشي في هالاتجاه هذا، متهيئ هي لما حالها لكن مش ماشي، وهو هالأمور هذه بتاع التوحيد حقه قعرة في عام 56 في 13 أوت 56، لكن القيادة السياسية في ذلك الوقت ما عندهاش هذا الدستور، هذا شيء جديد، وهو احنا الدستور هو اللي يحكم فينا توا جديد. لكن قول أن إذا كان المورث مهما كان يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته فله ذلك. وأفاد رئيس الجمهورية أنه تسلم رسالة تضمنت موقف حركة النهضة من تقرير الحريات الفردية والمساواة تتضمن بعض الاحترازات، لكنه أعرب عن أمله في أن تقوم حركة النهضة بدور إيجابي عندما يحال مشروع قانون المساواة في الإرث على مجلس نواب الشعب. نأمل وأن لما هالمشروع هذا يتحال على مجلس نواب الشعب وسيحال يعني في القريب العاجل وقت اللي المجلس يستأنف نشاطه، لكن على كل حال إن شاء الله سيد الرئيس يجيكم المشروع هذا وإن شاء الله يقع النظر فيه بغاية التفتح، لأنه هذا مشروع مستقبل ومستقبل تونس ومشروع يعني أمل أنه يجمع. وكان رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي قد منح أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة وسام الجمهورية من الصنفين الثاني والثالث بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة.
إذن اقتراح سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين المرأة والرجل من أبرز ما أعلن رئيس الجمهورية. هذه المبادرة التشريعية أثارت عدة ردود فعل. سن قانون ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث مبادرة تشريعية اقترحها رئيس الجمهورية ولاقت عدة ردود أفعال. فرحة متاع نساء تونس الحاملات للفكر المساواة والحرية، فرحتهم ما تتوصفش، وهي بداية لأنه الخطوات سنتقدم. المساواة والمقترحات هذه جت في وقتها، في وقت أن تونس لابد أن تبرهن أنها تحترم الدستور وتحترم النساء في بلادنا. أنا فرحانة برشا لأنه مرة أخرى عندنا سياسيين عندهم الجرأة والقدرة والقوة اللي ما يخذلوش جمهورهم، اللي ما يخذلوش نساهم، ما يخذلوش الشعب التونسي. إن شاء الله يا ربي غدوة نلقاو معناتها قرارات باهية من مجلس نواب الشعب، واحنا بكل متأثرة على الاخر. نتمناو ايضا ربما اليوم لانه 13 اوت خاص بمجلة الاحوال الشخصية انه يتم تحوير مجلة الاحوال الشخصية في العمق، الفصل 23، الفصل 13 اللي يتعلق بالمهر وغيرها من الفصول، ولكن نعتقد انه احد صروح الابوية اذا كان سقط اليوم في تونس بهذا المشروع فانه الباقي قادم لا شك. شاركت في كتابة الدستور وعمري ما حسيت روحي فخورة بالمشاركة متاعي قد اليوم، على خاطر قاعد يعطي في النتيجة متاعه، والتسلسل متاع الاحداث وتاريخ الشعوب راهي تتكتب هكا خطوة خطوة. وقت اللي بورقيبة خرج مجلة الاحوال الشخصية حتى حد لكن يتوقع اللي هي بشويه باش تدخل في العادات والتقاليد متاع التوانسه. رئيس الجمهوريه اقترح سن القانون مع احترام اراده الافراد الذين يختارون عدم المساواه في الارث. صيغه توفيقيه اللي هي معناها ايجابيه باش المجتمع يقعد موحد، وفي نفس الوقت الدستور اللي احنا عملناه لازم ننفذوه وما يحس حتى واحد انه تمس لا في مشاعره الدينيه ولا تمس في مشاعره المدنيه. كان يمكن يكون انه يستمر القانون الحالي، واللي يحب يعمل فكرة أخرى يخلي وصية، لكن في كل الأحوال هذا موضوع باش ياخذ برشا جدل، سنواصل النقاش. إعلان رئيس الجمهورية عن هذه المبادرة التشريعية المستقاة من المقترحات الواردة بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة اعتبرته رئيسة اللجنة تكريما لكل تونسي وتونسية. كل تونسي وتونسية يحب البلاد هذه تمشي بالتدرج ولا بسرعة ربما شوية أقوى شوية بالتدرج من التحقيق حاجتي توانسة الكل كبعضهم متساويين في الحقوق والواجبات، وكل تونسي وتونسية حرة طالما يحترم الآخر. وفي انتظار إحالة هذه المبادرة التشريعية على مجلس نواب الشعب تحتفل المرأة التونسية بمكاسب تحققت وعززت مكانتها الاجتماعية والاقتصادية وأخرى ما تزال تناضل من أجل تحقيقها. وفي عالم الطيران أيضا كانت المرأة التونسية رائدة في هذا المجال. عليا منشاري اختارت أن تحلق عاليا، هي أول قائدة طائرة تونسية عملت طيلة 37 عاما بكل حب واقتدار لتختم مسيرتها التي قاربت النهاية بكثير من التتويجات والتكريمات. تغازل أناملها أزرار الطائرة، تتثبت وتتفحص لوحة العدادات في قمرة القيادة، تقف على كل التفاصيل التي اعتادت طيلة 37 عاماً القيام بها. لحظات قبل إقلاع الطائرة، الأيربوس 330، الكابتن عليا المنشاري أول قائدة طائرة تونسية تستعد للإقلاع وفي عدادها أكثر من 20,000 ساعة طيران. 20,000 ساعة هذوما ساعة فول، أما أحسب أنت للتحضير كما شفتوا مقبلي كدرتوا معايا وكيفاش وكل شيء، التحضير زاد ياخذ برشا وقت، نجيو ساعة قبل ساعة ونص قبل، سبقي فرض فرحة وفرض باسيون وفرض كيف معناها كيما نهار الأول كيما تو. وواحد وقت نوصل للطيارة فما إحساس كبير اللي ما نجمش نقوله لكم. مع كل رحلة إذن يتجدد حب مهنتها التي اختارتها رغم كل الصعوبات التي تحدثت عنها مطولا قبل أن ترافقها عدسة الكاميرا إلى المطار. هي تتحدى في الثمانينات كل الظروف وكل نظرة ترفض أو تستغرب دخول المرأة إلى مجال الطيران. أنا العبد كنت بتخزن لي وبهتف فيه
برشا ناس يقولوا لا هذه مش باش تنجح تتعدي عام وتقلق وكل واحد كيفاش يعني في مخه. أو الرحلة نحن عملناها وقت التونسية عملت لنا بروغرام تاعها في تونس روما وقتها فتنت لي أنا نسوق في طيارة كبيرة طيارة اللي هي تنجم توصل بلاد أخرى وتهبط في بلاد أخرى وأنا إحساس واحد كيما تقول نعرفش أنا كيما تقول لك العصفور الصغير اللي كان يخرج من تحت أمه ويبدا أول مرة يمشي باش يطير ويبدا يفركس روحه هكا باش يطير. كطائر صغير هي تمسكت بحلمها إلى أن بلغت مناها لتتدرج في المراحل والرتب، سلاحها في ذلك الحب والعزيمة. حتى وليت انستركتور وبعد قعدت كونترولور معنا نعدي الامتحانات ونعلم التلامذة في السيمولاتور وفي الطيارة وبعد جات الأيربوس 330. جيل آخر من قائدات الطائرات التونسيات بدأ في التحليق بعد أن فتحت له علي المنشاري الأبواب على مصراعيها. تفرجت على ريبورتاج في قناة التونسية الأولى وقتها سيتي في عام 2005. عجبتني التحدي اللي خديته دونك من وقتها خديت القرار وقلت وقتها نذكر قلت لدارنا قلت لهم Je veux être pilote كما مدام علي المنشاري. أصحت مثلا يحتذى به ويتبع بعد مسيرة من العطاء شارفت على وضع نقاطها الأخيرة. فعلي المنشاري تحال قريبا على شرف المهنة ليفسح المجال أمام هوايتها في تربية الخيول العربية الأصيلة. والرحلة ما زلت متواصلة إن شاء الله بالتحدي وبالحب وبالغرام. أقلعت فاقتلعت مكانتها حبا في مهنة سكنت ذهنها وأدمنت أناملها. تواصل إذن علي المنشاري ما تبقى من مسيرة عملها، فهي الكابتن الأولى التي تحدت فنجحت، هي تونسية متى حلقت. شأن الاقتصادي الآن إقبال ضعيف وحركات تبدو عادية بمختلف محلات بيع الملابس الجاهزة، تلك هي أبرز ملامح الأسبوع الثاني لموسم التخفيضات الصيفية. في الروبورتاج التالي رصد لآراء المواطنين والتجار حول أسباب تواضع الإقبال. حركية تبدو عادية بمختلف محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية وإقبال يعتبر ضعيفا وفق عدد كبير من التجار، تلك هي أبرز خصوصيات الأسبوع الثاني لموسم التخفيضات الصيفية. فما شيء يمكن كوز دو العيد معناها على بواب والسولد موش وقته معناها نورمالمون راهو تعمل بعد العيد مع فما شهري داخله شوية ونقولوا ديما الحمد لله. وكا كانت الجمعه الاولى فما اقبال اكثر من الجمعه الثانيه بحكم اللي تواعيد جايين العيد وداخلين على الرونتري سكولير الناس كلها ما عادش يعني قاد مع الاقبال على السولد. وفق عدد من المستهلكين ممن تحدثنا اليهم فان الاسعار تعتبر مرتفعه ما يفسر ضعف الاقبال. برابور لو سوم نورمال مع السولد تحس تلقى حاط 50% ولا 40% ولا سوا معناتها نقصت حاجه ديفيرونس صغيره ياسر. شريتو مش كيما مسلسل نشري قبل، اقل من المسلسل نشري قبل. يقول لك هو كان 250 ولا 204000، فماك هو 204000 سوم وراه. كاين حاجات يعني مليحه وجديده ومش راح نقول لك بصح الاسعار بالنسبه لنا احنا الجزائريين نشوفها شويه غاليه شويه. عجبتني بالكدا بالكدا وانا عندي ديجا عرس شريت بالكدا وانا ما زدتش نشري معناها ولا سوي مسافه. ويبقى الاستعداد لعيد الاضحى والعوده المدرسيه عنصرين اساسيين في تواضع الاقبال على التخفيضات الصيفيه، تخفيضات يامل التجار من خلالها ان يرتفع نسق الاقبال على بضائعهم وخاصه انها تتواصل على مدى 6 أسابيع من انطلاقها في 2 أوت الجاري. في الشأن العربي تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي الاثنين من القضاء على 15 إرهابيا من فلول الجماعات الإرهابية الفارة من مدينة درنة إثر كمين محكم جنوب بوابة 200 الواقعة بين مدينتي طبرق وجدابية بشرق البلاد، كما تم القبض على عدد من الإرهابيين ومصادرة آليات وعربات مسلحة. وكان الجيش الليبي أعلن في جوان الماضي تحرير مدينة درنة من مجموعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة، وما تزال وحدات من الجيش تحاصر العشرات من الإرهابيين في حي المغار والمدينة القديمة في درنة. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه يتوقع عودة الليرة التركية إلى مستويات معقولة بعد الأزمة التي شهدتها جراء الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. تصريح الرئيس التركي يتزامن مع إعلان البنك المركزي التركي إجراءات جديدة لضمان الاستقرار المالي هناك.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة طعن في ظهر أنقرة. وأضاف أردوغان الذي وصف هبوط الليرة بأنه نتيجة لمخطط وليس لعوامل اقتصادية أساسية أن انتشار الأنباء الكاذبة عن الاقتصاد خيانة، متوقعا استمرار الهجمات على اقتصاد بلاده، لكنه في المقابل لم يخفي تفاؤله بعودة الليرة التركية إلى مستويات معقولة قريبا بعدما هبطت إلى مستوى قياسي متدنٍ عند أكثر من 7 ليرات للدولار. وأبلغ أردوغان السفراء الأتراك في القصر الرئاسي أن تركيا تسعى بشكل متزايد وراء تشكيل تحالفات جديدة وأن علاقاتها مع روسيا شهدت تقدما. وفي وقت فشلت فيه تصريحات المسؤولين الأتراك في تهدئة الأسواق ووقف تدهور العملة التركية، أعلن البنك المركزي أنه مستعد لاتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الاستقرار المالي بعد الهبوط الحاد الذي شهدته الليرة، وتعهد بتوفير كل السيولة التي تحتاجها البنوك. وجاء إعلان البنك بعد اتساع الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة وما خلفه من اضطراب شديد بالأسواق في البلاد. ورغم ارتفاع الليرة بنسبة ضئيلة لكنها لا تزال تسجل رقما قياسيا في الهبوط أمام الدولار. وقبيل أعلان البنك المركزي تراجعت الليرة بواقع 9% قبل أن تتعافى لتسجل تراجعا بنسبة 6% نهاية التعاملات الصباحية. وفي تعليق لها على الأزمة التركية قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها تريد أن ترى رخاء اقتصاديا في تركيا وإن على أنقرة أن تضمن استقلالية بنكها المركزي. أفادت البحرية المالطية أن سفينة دورية مالطية أنقذت الاثنين نحو 114 مهاجرا ضلوا طريقهم وأوصلتهم إلى الشاطئ، حيث جرت العملية في المياه الدولية وتحديدا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا. وأوضحت البحرية أن زورق المهاجرين كان على وشك الغرق. في الأثناء دعت جماعات حقوقية حكومات الدول الأوروبية إلى تحديد ميناء ترسو به سفينة أكواريوس الخيرية التابعة لمؤسسة SOS الفرنسية الألمانية. وتحمل هذه السفينة على متنها حوالي 141 مهاجرا كانت قد أنقذتهم من الغرق في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية. منسق عمليات البحث والإنقاذ بالمؤسسة قال إن الأمر الذي يحظى بأهمية قصوى هو نقل المهاجرين الناجين إلى مكان آمن يمكن فيه توفير الحاجيات الأساسية لهم وضمان حمايتهم من الانتهاكات. يوافق يوم الثلاثاء 21 من أوت الجاري العاشر من شهر ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى. وقد أعلن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ أن نهار أمس الأول الأحد هو مفتتح شهر ذي الحجة لهذا العام 1439 هجريا، وأن يوم الاثنين المقبل الموافق للعشرين من أوت الجاري هو التاسع من شهر ذي الحجة وهو يوم عرفة. نهاية النشر وهذا تذكير بالعناوين. في العيد الوطني للمرأة رئيس الجمهورية يقترح سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين المرأة والرجل مع احترام إرادة الأفراد في الاختيار. موسم التخفيضات الصيفية في أسبوعه الثاني، إقبال ضعيف ورصد لآراء المواطنين والتجار حول أسبابه. أردوغان يتوقع عودة الليرة التركية إلى مستويات معقولة بعد الأزمة التي شهدتها، والبنك المركزي التركي يعلن إجراءات جديدة لضمان الاستقرار المالي. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا لحسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.